Reynolds Real Estate, İstanbul merkezde bulunan şubesinin yanında İzmit, Trabzon ve Bursa'daki şubeleriyle müşterilerine hizmet sağlıyor. Firma şeffaf ve dürüst çalışma sistemiyle müşterilerinin taleplerini karşılıyor. Bizler de firma sahibi Ahmet Paşa'dan Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. معكم أحمد الباشا أنا سوري الجنسية الأصل جلست لما جيت على تركيا من تقريبا صار لي بتركيا تقريبا 5 سنوات درست الماجستير هندسة مدنية في تركيا وتخرجت الحمد لله رب العالمين بداية يعني أول ما دخلت إلى تركيا بدأت في مجال العقارات وجدت إنه مجال ممكن إن أنجح فيه وممكن إني أتطور فيه ولما لقيت الخبرة الكافية اللي صارت عندي قدرت إني أفتح الحمد لله رب العالمين أفتح لحالي بهذا المجال إن شاء الله هلا نحن بريان هومز للأمانة نتعامل صراحة بكل يعني صدق وشفافية بالتعامل بنحاول نكون قدر الإمكان يعني خدومين إلى آخر لحظة حتى بعد ما العميل ينتهي من عملية الشراء خدمات ما بعد المبيع حتى بتكون بتتكون صداقة مع العملاء تستمر حتى بعد المبيع والحمد لله رب العالمين يعني يعني كل عملائنا ممنونين مبسوطين الموضوع نحن حاليا صراحة نشتغل بشكل خاص في إسطنبول أيضا إزميت بورصة وترابزون هدول الأماكن اللي هي نحن يعني بشكل عام مختصين فيها ريان هومز هلا نحن عم صراحة عم نخطط لحتى نصير من أكبر الشركات العقارية في تركيا بحيث إنه نغطي كل احتياجات عملائنا كمستثمرين أو كطلب للسكن أو كأشخاص حابين إنه فقط إنه يتملكوا في تركيا طبعا أكيد على المدى البعيد عم نفكر إنه نوسع هذا النطاق نوسع موضوع الاستثمار نبدأ في تغطية كافة احتياجات عملائنا طبعا نحن متواجدين على كامل وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ايضا متواجدين على موقعنا على الويب سايت ريان هومز للامانه في عندنا شركاء ايضا في اكثر من دوله دوله الكويت في عندنا شريك في دوله السعوديه في عندنا شريك ممكن في مصر ان شاء الله قريبا راح يكون في عندنا شريك فنحن منتظرين يعني التواصل وبالخدمه ان شاء الله Şimdi de firma ortağı Muhammed Halit'e mikrofonlarımızı uzatarak emlak sektöründeki çalışmalarını dinliyoruz. İsmi Muhammed Halit, Mısır cinsiyye. Git Türkiye'min 2017, yani makriban havali 5 senavet takriben. İştegelte fil akarat, tuğlu fatra diyeti ile fatit. Min havali 3 senin kararat, ben iştegel bişekli müstakil ve bişirke müstakille. Alhamdulillah, bedeğine şirke bişekli faal ve... شغالين يعني الحمد لله احنا بنتمنى خلال الفتره اللي جايه الخمس سنين اللي جايين تكون شركتنا بس مش بتشتغل في مجال العقارات في مجال السياحه في مجال السياحه العلاجيه اكتر من مجال بيكون خاص بشركتنا يعني بالاضافه لان الاسم نفسه يكون مطروح باكتر من صوره واكتر من طريقه احنا بنوجه رساله للمستثمرين من خارج تركيا يعني ان تركيا دوله تجاريه اذا حضرتك معاك المبلغ الاستثماري المناسب معاك الفكره ومعاك الهدف اللي انت بتفكر فيه تركيا ارض خصبه جدا لانك تقدم فيها او انك تشتغل فيها كعماله كقوانين الخاصه بيها او الكلام ده بشكل مناسب جدا